عادت محافظ سليمان بن حمد الجبرين اللي أكد أيضا الانطلاق. تتواصل الانطلاقات، ينطلق شوط آخر يحمل جديدا في هذه التحديات. وأنت أنقل الميكروفون إلى الزميل سالم بسعيد بن حضيرم ليتابع التحدي. شكرا للزميل عبد الرحمن أحمد أمين، شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم مع سباقي هذا المساء، وهذا المساء مخصص للقاية لأبناء الغبايل. وتابعت ويانا الأشواط الرئيسية، وتابعت الشوط الرئيسي للبكار ذهب مع الغربية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وشوط الجعادين أيضا ذهب مع الغربي للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وسلام سلام عليكم يا أهل الغربية، وأسعد الله مساكم يا أهل مدينة زايد. وها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من اللقاية البكار لأبناء الغبايل. نتابع وياكم الضبية في مقدمة هذا الشوط للسيد خالد بن إبراهيم آل محمود، هي تتصدر قائمة هذا الشوط في هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثاني، الباسلة في المركز الثاني للسيد صالح، للسيد صالح بن حنظل المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الدرعية للسيد جار الله بن هديبان المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع عرى اللي في المركز الرابع حملولة للسيد علي بن حمد بن مجارح المري. وفي المركز الخامس جولة للسيد مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الضبية. الضبية لا زالت مسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي تطمح بفوز واحتضان هذا الشوط. ها هي الضبية للسيد خالد بن إبراهيم آل محمود، لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني جولة للسيد مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. وفي المركز الثالث هملولة للسيد علي بن حمد بن مجارح المري. وفي المركز الرابع مياسة للسيد مايد بن راشد بن خميس الغويص. وفي المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الثاني، نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس من الجانب الثاني. المركز الخامس أرى الدرعية للسيد جار الله بن هديبان المري. هذه النتيجة، وهذا ثاني ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الدوري والكاس، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الضبية. الضبية لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط للسيد خالد بن إبراهيم المحمود، لا زالت مسيطرة سيطرة كاملة وسيطرة فعالة بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والمالك الذي يقوم بعناية عناية تامة السيد خالد بن إبراهيم المحمود. ننتقل إلى جولة في المركز الثاني للسيد مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. تبى تاخذ جولة، تبى تاخذ جولة مع الضبية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، تتجول من مركز إلى مركز، وفي طريقها إلى مقدمة هذا الشوط بدأت تتسلل، بدأت خطورتها تظهر أكثر وأكثر على الضبية وعلى مقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر من المالك والمدرب والمضمر. ركض تلقائي تندفع إلى مقدمة هذا الشوط. جولة في هذه اللحظات تشاهدونها تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. وفي المركز الثاني الضبية، في المركز الثاني للسيد خالد بن إبراهيم آل محمود. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مياسة، مياسة العود، مياسة الشكل تتسلل وتغير وتنتقل إلى المركز الثاني. ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس. يا سلام، أبيات حلوة جميلة تغنى بها الملحن والفنان عازف الربابة علي بن محمد الشيبالي من كلمات مسري بن سالم بالعرطي. يا سلام يا أبو حمد،
نرجع الى مياسه، مياسه نحن عند القصيده هني وهي تغير وتنتقل الى مقدمه هذا الشوط، السلاله الصغانيه تفرض نفسها على مقدمه هذا الشوط للسيد مايد بن راشد بن خميس الغويص في المركز الثاني جوله. جوله وجولته خطيره على مقدمه هذا الشوط للسيد مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. وفي المركز الثالث ننتقل الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الدرعيه للسيد جار الله بن هديبان المري. وفي المركز الرابع الضبيه للسيد خالد بن ابراهيم المحمود. وفي المركز الخامس دخول من الشعار الغربي، يا سلام، شعار السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري قادم بقوة، وهذا الشعار عندما يقترب من المراكز المتقدمة يخوف. هذا الشعار ها هي الوذبة، الوذبة توثب الآن إلى المركز الثالث وعينها على مقدمة هذا الشوط، تتسلل بدون إذن بدون استئذان بدون أي جواب إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الوذبة للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الهاتريك في هذا المساء، الهاتريك لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. والمضمر حمود أيضا بدور أيضا له دور فعال في هجن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا التضمير وعلى هذا الأداء الذي قدمنا في كل مكان وفي كل زمان. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري، وتجاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير. يا سلام، والشاهينية، الشاهينية والوذبة، الشاهينية والوذبة، يا سلام، الوذبة تنطلق، تنطلق الوذبة وطارت الوذبة إلى وين؟ إلى المنطقة الغربية وإلى مدينة زايد، معلنة الفوز. والنقطة الثالثة الهاتريك للهجن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. يا سلام، الإعصار الغربي هب هنا على أرضية ميدان الشاحنية ينتزع المراكز المتقدمة. الشوط الأول الرئيسي للبكار، الشوط الأول للقاية الجعادين الرئيسي، والآن الشوط الثاني أيضا للبكار. تهانينا لأبو زايد، تهانينا للمرة الثالثة على التوالي، تهانينا أيضا لأهالي مدينة زايد، وأسعد الله مساكم من هنا من أرضية ميدان الشاحنية من ميدان التحدي وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الدوري والكاس. نقولكم مساء الخير على هذا الفوز وعلى هذا الأداء الذي قدمته الوذبة. تهانينا للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الوذبة بالمركز الأول وعلى هذه العروض الطيبة، ومساء الخير يا أبو زايد. نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني. المركز الثاني أرى الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مياس للسيد مايد بن راشد بن خميس الغويص. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ند الشبا للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدي الجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس من حافل السيد حمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري. هذه النتيجة، التوقيت الزمني ساعة وصول الوذبة إلى خط النهاية ووثبت إلى خط النهاية وإلى الفوز، وإن الناموس قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدر سبع دقائق 58 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والذي وصلت في المركز الثاني الشاهينية قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدرة ثمان دقائق ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري والذي وصلت في المركز الثالث. مياسة تصل إلى المركز الثالث قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدرة ثمان دقائق خمس ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد مايد.